وأنا المذكور على ساكن في العنوانية بإن الصبر علي صبر طعم المر في قلبي فضل يمرر فيه ولا عمره قدر يغير حبك من جواه أقر وأنا المذكور على ساكن في العنوانية بإن الصبر علي صبر طعم المر في قلبي فضل يمرر فيه ولا عمره قدر يغير حبك من جواه أقر وأنا المذكور على أنا المذكور على ساكن في العنوانية لأن سهرت العمر ونس عشت بكل كيان حرف وطفت بلادك ناي وجرف والعاش بينقض بهوى أنا المذكور على ساكن في العنوانية لأن سهرت العمر ونس عشت بكل كيان حرف وطفت بلادك ناي وجرف والعاش يا مشيت في بعد وسفر وإن هواك في روحي قدر وإن عذابي معاك حياة